كانت هذه الساحة ولا زالت تصدح بالحرية وتغني للوطن. لم تفلح جريمة إحراقها في وادي صوت الثورة الذي انطلق من مدينة تعز في 11 فبراير 2011، بل ظلت ورغم مرور 8 سنوات على ذكرى إحراقها تنبض بروح الدولة وتصدح بصوت اليمن. في مساء 29 مايو 2011 كانت ساحة الحرية تضج بالحياة الثورية. الشباب يغنون ضد الحاضر الملغم بالفساد، الأطفال يرقصون أملاً بمستقبل جميل لهم، والنساء يهتفن لغد يحفظ حقوقهن. لكن بغتة حاصرت قوات أمن صالح الساحة وبدأت بإطلاق الغازات الحارقة، وسرعان ما أمطرت المدخل الشرقي للساحة بوابل من الرصاص الكثيف. وجد الثوار أنفسهم أمام هجوم منظم ومخطط له من قبل سلطة نظام صالح في تعز التي كان يديرها المحافظ الأسبق حمود الصوفي. انتشرت الدبابات في الشوارع المحيطة بالساحة بالتزامن مع انتشار مسلحين بزي مدني في الأزقة والحارات وقناصين في بعض أسطح المباني، ولم يكن أمام ثوار فبراير سوى مواجهة كل هذا العنف بصدور عارية إلا من اليمن. صمم النظام على إحراق الساحة وشوهدت الخيام تحترق وتحترق، وصعدت حينها أرواح شهداء إلى سماء تعز. أسعف الكثير من الجرحى واختطف بعض الثوار، وشهدت تعز أبشع جريمة في تاريخها. 8 أعوام على ذكرى جريمة إحراق ساحة الحرية، وأبناء هذه المدينة لا يزالون مناصرين لبناء الدولة وعينا رقيبة على كل اختلال يطال مؤسسات دولتهم المنشودة التي تكبر يوماً بعد يوم.